السلام عليكم. النهاردة هنعرف ازاي نحمل ويندوز 10 النسخة النهائية والاصلية من موقع مايكروسوفت بصيغة ملف الايزو. وملف الايزو ده عبارة عن نسخة كاملة من الاسطوانة اللي هو السي دي او الدي في دي، بيتم نسخه وانشاؤه كملف في جهازك، وممكن انت تشتغل عليه بعد كده من غير ما تحتاج الى محرك الاقراص اللي هو السي دي درايف او الدي في دي درايف. ودي ميزة ملف الايزو. اول حاجة احنا بنفتح الصفحة دي كده، وانا هسيب الرابط بتاعها ان شاء الله في اخر الفيديو، وبنيجي هنا وبنضغط على داونلود تول ناو. طبعا انا منزلها من الاول. بعد ما بتنزل، هي نسخة خفيفة جدا ومجانية، بعد ما بتنزل انت بتفتحها وبتستنى ان هي تحمل. هتظهر لك القايمة دي، هتقول accept، تضغط اكسبت وتستنى. طبعا بتحمل. ودي خدمة بتقدمها مايكروسوفت لويندوز 10، وبتنزل لك النسخة الاصلية بتاع الويندوز كاملة. لسه بتحمل. هي مش بتاخد وقت كبير. وانا انصح الكل ان هو ينزل ويندوز 10، لانه بصراحة يعني ويندوز عالمي احسن من اي ويندوز سبقه. وده طبعا بينزل بالنسخة النهائية والاصلية، وهي ان شاء هي بتحتاج تفعيل. وان شاء الله في فيديو تاني هنشرح ازاي نفعل اي نسخة ويندوز. بعد ما بيحمل بيظهر لنا الصفحة دي. طبعا اول اختيار ده معناه ان انت هتعمل ابجريد للكمبيوتر بتاعك او السيستم بتاعك اللي على الكمبيوتر حاليا، بتعمل ابديت او ابجريد، او بتغير النسخة اللي هي موجودة على السيستم حاليا. طب احنا دلوقتي مش عايزين نغير النسخة، هناخد ملف، عايزين نحمل الملف على الكمبيوتر بتاعنا. هنضغط على تاني اختيار ونقول نيكست. هيفتح لنا قائمة، دي بنختار منها اللغة بتاعة الويندوز اللي احنا عايزين ننزله بيه، الويندوز نفسه العشرة. بعد كده بنختار النواة اللي هي سواء 64 او 32. انت لازم تكون عارف الكمبيوتر بتاعك شغال على انهي نواة عشان تختار النسخة اللي هي تقدر تتماشى مع الجهاز بتاعك. ولو انت عايز تعرف اذا كان جهازك 64 ولا 32، بخطوة بسيطة جدا هنيجي هنا وهندوس على الماي كمبيوتر، كليك يمين ونقول بروبرتس. هتظهر لك وتبين لك اذا كان الكمبيوتر بتاعك 64 من هنا سيستم تاب 64 بت، يبقى انا هنزل النسخة ال 64. لو لقيت مكتوب 86 بت، 86 دي معناها 32، هي ما بتتكتبش 32، بتتكتب 86. تمام، يبقى هنرجع تاني للأداة بتاعتنا وهنشيل العلامة من هنا على المربع ده، وهنبدأ نختار اللغة بتاعتنا. مثلا وليكن ان احنا عايزينه عربي، بندور عليه نسخة العربية. طبعا ده ويندوز 10، ودي النواة اهو، في 32 اللي هي 86 مكتوبة اهي، وال 64. طبعا انت تشوف انت هتختاري، او ممكن تنزل الاتنين مع بعض، سواء دي او دي، او الاتنين مدمجين مع بعض، يعني تنفع النسخة للكمبيوتر ال 32 والكمبيوتر ال 64. هنختار مثلا اي اختيار وهنقول نيكست. هنا بيخيرك، بيقول لك انت عايز تنزل النسخة دي على فلاشة، ولازم تكون الفلاشة مش اقل من 8 جيجا، ولا عايز تحتفظ بيه على الكمبيوتر بتاعك بصيغة ايزو فايل.
احنا طبعا هننزله على الكمبيوتر احسن، لان احنا ممكن بعد كده ننقله على فلاشة او اسطوانة زي ما احنا عايزين. يبقى عندنا نسخة احنا حافظينها خاصة بينا، هنقول نيكست. طبعا انت بتختار الملف او بتختار المكان اللي هينزل فيه الويندوز، وبتسمي الملف بتاعك. ممكن مثلا نسميه مثلا وين 10، وتأكد ان هو نو سيف اد تيب ايزو فايل، وبتعمل سيف. اول ما بتعمل سيف بيبدأ ان هو بيحمل. بنعمل سيف، بيبدأ يعمل داونلود. طبعا العداد ده بيعد، طبعا هو حجمه كبير شوية، ممكن يوصل لتقريبا 2 جيجا او اكتر. بعد ما بيخلص تحميل بتلاقيه في المكان اللي انت اخترته. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكونوا استفدتم، واشوفكم على خير ان شاء الله.